بنفسي بالتفصيل شوية. وأنا كنت خريج جامعة في القاهرة، كلية الصيدلة جامعة القاهرة سنة 2007. وبعد كده لما اتخرجت طبعا عملت زي ما بيقول الناس بتعمله، اشتغلت في صيدليات في مصر الأول، بعد كده دخلت في كارير المصانع في مصر واشتغلت 7 سنين في مصر بالظبط، أغلبيتها كانت في الكواليتي كنترول والاناليتيكال ديفلوبمنت والاناليتيكال فاليديشن، وجزء صغير في البرودكشن في شركات زي ميباكو وزي سيجما تيك، واخيرا كانت سانوفي. بعد كده 2015 رحت المانيا، عملت ماسترز في الفارماسيوتيكال والاندستريال بايوتكنولوجي في مدينه هالا هنا. الثيسيس بتاعتي كانت في الانستيتيوت اللي اسمه فرانهوفر. بعد كده بدات البي اتش دي في البايوكيمستري او البروتيومكس برضه في هالا، والشغل بتاعي كان في لايبنز انستيتيوت للبايوكيمستري اللي في هذا يعني. وانا حاليا في المرحله الاخيره من البي اتش دي. انا عايز ابدا معاكم طبعا السيشن، زي ما احنا عارفين السيشن اسمها فارماسي ابرود، فاحنا هنتكلم عن انت كصيدلي او انت كصيدليه فرصك او فرصك ايه بره. هنتكلم هنا بالاخص عن المانيا، لان انا في المانيا اقدر افيدكم معلومات كتير عن الدوله دي حاليا. فكصيدلي انت او انت ليكي فرص، 5 فرص شغل بره في المانيا. الطبيعي اللي هو شغلانه الصيدليه العاديه الكوميونتي فارماسيست او الصيدليه اللي في المستشفى، ده رقم 1. عندكم رقم 2 الشغل في الاندستري، عندكم رقم 3 الشغل في الريسيرش والاكاديميا، رقم 4 شغلانات كده معينه تحتاج يكون معاك بي اتش دي بره الاكاديميا، والحاجه 5 هي السيلز. انا اول 4 دول هتكلم عليهم بالتفصيل، السيلز ما عنديش خبره فيه كبيره، هتكلم بس حاجه بسيطه اللي انا اقدر اعرفه عليه. هنبدا اول حاجه الاندستري. المجالات هنا في المانيا اكتر شويه من في مصر من ناحيه الاندستري، بمعنى ايه؟ احنا عندنا في مصر التفكير دايما ان الاندستري يعني شركه ادويه وبس، يعني احنا مثلا ما عندناش اي تصنيع تاني. هنا في كذا حاجه، في شركات الادويه الطبيعيه اللي بتعمل ادويه اللي هي الكيميكال، ادويه الكيميكال زي اللي عندنا في مصر كلها موجوده طبعا. في شركات تانيه اللي هي بتعتمد على شغل البايوتكنولوجي والادويه اللي هي جايه من التصنيع البايوتكنولوجي. في شركات بتعمل اكتف فارماسيوتيكال انجريدينت، او مع اصح الماده الفعاله، يعني بتعمل اكتف فارماسيوتيكال انجريدينت اللي هو بعد كده بيخش في تصنيع الدواء. وفي شركات بقى ميديوم وسمول سايز بتتكلم مثلا في حاجات زي البروتين بيوريفيكيشن، بتتكلم في حاجات ماس سبكترومتري، بتتكلم في شغل السيل كلتشر، بتتكلم في شغل المولوكولار بيولوجي والريكومبيننت اكسبريشن. فكل ده نوعيات كتير قوي من الشركات مع اختلاف احجامها، ميديوم او سمول او شركه كبيره او مالتي ناشونال. طيب احنا دلوقتي عشان تقدر تشتغل، اول نبدا كده خطوه خطوه، عشان تقدر تشتغل في الشركات انت محتاج ايه ريكوايرمنتس. هنا في المانيا بيحتاجوا يعني بنسبه كبيره ماسترز. انت بمنطقيه انت ممكن يعني بتلاقي في اعلانات ساعات بيطلبوا باتشلر، ممكن يكون معاك باتشلر وتشتغل، بس الاغلبيه بيفضل ماستر، او حتى هو بيقولش يقول ديجري وخلاص، بس دايما بياخدوا بتاع الماسترز. ليه؟ لان معظم الناس هنا، يعني انت لو انت صيدلي اللي بيتخرج هنا من الصيدلي اوتوماتيك هو مع ماسترز، لان هي بتبقى امتحان اسمه شطات اكزام مع الماسترز. والجماعه اللي بيتخرجوا من البايوكيمستري والبيولوجي والكيمستري كل دول غالبا بيعملوا ماسترز قبل ما بيعملوا، فعشان كده بيبقى الافضليه اكتر اللي معاه ماسترز، لكن ده ما يمنعش ان ممكن تشتغل بالباتشلر. طيب بيحتاجوا اكسبيرينس طبعا زي اي حته في العالم. اي حته في العالم لو معاك اكسبيرينس ليك افضليه عن اللي معكش اكسبيرينس. ده ما يمنعش برضه ان في شغلانات بتبقى محتاجه فريش جرادويتس، بس دايما يكون معاك اكسبيرينس يبقى ليك افضليه. وطبعا زي اي حته برضه في العالم بتحتاج كونكشنز، الحته دي انا هتكلم عليها ازاي تقدر تبيلد كونكشنز انت هنا في المانيا بعدين. طب تعمل ايه المجال؟ يعني انت تعمل ماسترز او تعملي ماسترز في مجالات ايه بالظبط؟ عندكم لازم تعمل حاجه ليه؟ يعني هما لما بتيجي مثلا اي اعلان او هما لما بيطلبوا ناس بيبقوا طالبين ديجري في مثلا بايو كيمست بيولوجي او ريليتد ديسيبلينز. يعني انت ممكن انت يعني عشان يبقى فرصتك او فرصتك عاليه لازم تعمل في حاجه ليها علاقه، بمعنى مثلا مولوكولار بيولوجي، حاجه ليها علاقه بالبايوتكنولوجي، حاجه ليها علاقه بالاناليتيكال كيمستري، حاجات او حاجه ليها علاقه بالابستريمنج اللي هي زي البرودكشن بس في البايوتكنولوجي. تحاول دايما تعمل او تعملي ماسترز في حاجه تكون ليها ريليتد اي ريليشن بالاندستري. اي نعم هو بيطلبوا اي حد يكون لي يعني عامل بايو كيمستري او كيمستري او ايا كان، بس كل ما هتكون ليها علاقه ريليتد، لان الفكره في الاخر بس مش في اسم الماسترز، الفكره في الاخر في السيسيز انت اتعلمت ايه؟ ايه السكيلز اللي انت خدتها في اللاب جوه؟ اتعلمت ايه؟ بتشتغل على ايه؟ ده هو اللي بيفرق بعد كده في الشغل. فهو اختيارك في الاخر او اختيارك هو اللي بيفرق تقدر تلاقي شغل في انهي حته حسب انت اتعلمت ايه.
طيب ازاي اصلا بقى انت في مصر او انت في مصر ازاي توصل اصلا لمرحله انك تيجي المانيا عشان تدور على الكلام ده؟ عندك حلين او حل عندك حلين. في حاجه الاولانيه اللي هي الفيزا بحث عن عمل، دي انت بتقدم عليها من الفيزا من السفاره في مصر عادي خالص، بتيجي 6 شهور تدور على الشغل، لازم تكون تكلفه الاقامه بتاعتك بتاعت 6 شهور متغطيه، بتقدر تدور على شغل. مجرد ما لقيت شغل واتقبلت، عملت انترفيو واتقبلت، تقدر تنقل فيزا عمل وتشتغل وتمشي حياتك ما فيهاش مشكله. بس هي مشكلتي انا في الفيزا دي حاجه واحده بس، انت لما هتيجي هنا يعني تعمل كده يستحب يكون عندك خبره، اللي انت بدون خبره صعب قوي تقنع حد انه يشغلك وانت ما عندكش خبره وانت ما عندكش اي حاجه ليها علاقه تربطك هنا بالمانيا. حط نفسك مكان الامبلوير اللي عايز يشغل ده، يعني انت ما فيش خبره ما فيش اي حاجه ولا حتى ماسترز ولا اي شيء هشغلك ليه، الا بقى اللي هو محتاج حد ايرجنت قوي. فهي في ناس بتقدر تعملها ممكن، يعني ما بقولش ما تحصلش، بس الافضل انك تعمل ماسترز. ليه بقى؟ يعني تيجي على فيزا دراسه او ستودنت وتعمل الماسترز بتاعك، يبقى انت اولا خدت شهاده من البلد، فدي ليها اعتمادها لما هو يبص عليها حتى في سكرين بتاع السي في او حاجه من المانيا تفرق معاه هو يفهمها. الحاجة التانية عشت في البلد فتعلمت اللغة وتعلمت النظام الألماني ماشي ازاي، كل ده يفرق معاك جامد. وغير كده عشان الكونكشنز، لأن أنت مثلا أنت فترة الكونكشنز هي فترة الماستر مش بعد ما تتخرج، الفترة وأنت جوه الماستر هي بتبيلد كونكشنز. عن طريق بقى ممكن عن طريق الدكاترة اللي بتشرح لك دي، في منهم بيبقى ليه كونكشنز مع مصانع اللي هو شغل في الأناليتيكال، فأنت لو أثبتت الراجل ده أنت كويس ومهتم هيفضل عارفك ويفضل حاطك في دماغه، وبعد ما تتخرج أو قبل ما تتخرج تبدأ تاخد معاه وتقول له لو تعرف حد وهكذا. او لو تروح تعمل البراكتيكوم او اللي هو انت في الماستر بيبقى ليك سيسيس بتعملها وليك زي مشروع بحث، ممكن تعمل مشروع بحث تحاول تعمله في شركه تبيل كونكشن، او تعمل السيسيس بتاعتك في شركه تعمل كونكشنز. لو في حواليك كونفرنسز تروح وتتكلم مع الناس وتاخد الكونتاكت بتاعهم. لو جوب فير كورسات الجي ام بي، هنا بيعملوا كورسات جي ام بي في بعض الشركات كتير، بيجيبوا ناس محاضرين من بورينجر ومن سانوفي ومن نوفارتس، فانت ده لازم تمسك في كونكشن بيدك، اول ما يجي بتتكلم معاه وتخليه عندك كونكشن وتقول انت دي انترستد، لما تخلص تبدا تكلمه تاني يمكن عن طريقه توصل. طبعا كل حاجه ده في الاخر نصيب، يعني هنقول يعني كله شيء مكتوب وكل حاجه، بس لازم تسعى يعني. بس ادي كل الفكره. النوع التاني بقى من الشغل اللي هو هيبقى موجود ومتاح هو زي الحاجات اللي ريكواير بي اتش دي بس مش اكاديميه. دي حاجات شويه ممكن الناس ما تعرفش عنها كتير، بس مثلا انت عشان تشتغل في الريسيرش في الاندستري، يعني تشتغل بقى ريسيرش بس جوه شركات ريسيرش اند ديفلوبمنت في الشركات، في المانيا 90% بيطلبوا معاهم بي اتش دي، قليل قوي اللي بيبقى الشغلانات اللي عايزه ماسترز. يعني 90% هتحتاج بي اتش دي لو عايز تشتغل في الريسيرش مش في البرودكشن وكواليتي كنترول وكواليتي اشورنس، فهتحتاج بي اتش دي. لو عايز تشتغل في كوردينيتور مثلا في ريسيرش بروجرام، يعني تبقى انت مثلا في جامعه او في حاجه بيبقى في بروجرام كبير في كذا لاب بيبقى عايزين كوردينيتور. كوردينيتور ده شغل مكتبي شويه بس لازم يكون فاهم ساينس، فلازم يكون مع بي اتش دي، وده اللي بيحب الشغلانات المكتبيه مثلا. او لو عايز تشتغل اديتور في جورنال، انتوا عارفين الجورنالز ومجلات البحث العلمي بيبقى في ريفيور، ده لازم يكون باحث ودكتور كبير. اما في حد اللي هو بيبقى اسيشن اديتور او اسيستنت اديتور اللي بيهندل الحاجات دي، لازم يكون بيبقى ده محتاج بي اتش دي معاه، واحيانا بيطلبوا بوست دوك اكسبيرينس صغيره او احيانا لا، واحيانا بي اتش دي بس. فدي برضه شغلانه تحتاج بي اتش دي بره الاكاديميه. وفي حاجات الشغلانات الميديكال رايتنج اللي بيعملوا بامفلت والساينتفك رايتنج، مش الادويه بس، الشركات كمان الميديكال اللي بتعمل مش ادويه، بتعمل كمان اجهزه بتشتغل في الساينس. فقبل ما نخش على الجزء التاني بتاع الريسيرش، طب لو انت البي اتش دي ده اصلا ايه قصته؟ انت ازاي تحصل اصلا على البي اتش دي لو عايز تمشي في السكه ديت؟ وبعد كده هشرح لكم على موضوع الريسيرش نفسه او الشغل بقى بتاع الريسيرش. البي اتش دي بتطلع طبعا ماسترز. طيب انهي الاسهل، اخد الماسترز من المانيا وبعد كده اطلع على بي اتش دي، ولا اخد اكون معايا الماسترز اوريدي من مصر واطلع على بي اتش دي؟ الاسهل اكيد طبعا انك تكون معاك الماسترز من المانيا، عشان نفس الكلام، اولا عندك فرصه انك تكمل بعد كده لو الدكتور نفسه حبك وانت حابب الشغل معاك كامل مع بي اتش دي، او عن طريقه تقدر تبيل كونكشن كتير. عكس من مصر، تكون معاك الماستر الموضوع بيبقى صعب شويه. رغم ذلك في ناس انا اعرفهم قدروا، اعرف 2 انا لوحدي بالماسترز مصر يجيبوا بي اتش دي بوزيشن من المانيا، فهي بتحصل. بس انا بقول لك الاسهل طبعا
واللي هيبقى فرصته اكتر ان يكون واخد الماسترز من المانيا او من دوله اوروبيه، اللي هم عندهم هنا ثقافه ان هم بيدوروا دايما لما الاول بيشوف اللاب بتاعه، حد معاه الماسترز عايز يكمل، ما فيش يشوف حد من جوه المانيا، حد من اوروبا بعد كده يطلع لبره. الا في اكسبشنز لو البي اتش ده البي اتش دي دي ده تبع ريسيرش بروجرام، يعني ايه ريسيرش بروجرام؟ في بي اتش دي انديفيديوال انت منك للدكتور، وفي بروجرام كبير بيبقى فيه مثلا 11 بروجكت كلهم ليهم علاقه ببعض، كل واحد ليه سوبرفايزر. ففي الحاجات اللي زي كده بيطلبوا ان يكون في دايما انترناشونال ستودنتس موجوده، في هم لازم يجيبوا ناس من بره الاتحاد الاوروبي، فدي هتبقى فرصتها فيها اكبر لان هم محتاجين في طبعا لو انت لازم تكون طبعا كواليفايد، بس فكره ان بيبقى ليك فرصه تقدم فيها اكتر يعني. والبي اتش دي هنا في المانيا الموضوع مختلف شويه، ده شغل يعني، انت بتدرس اه بتعمل بي اتش دي ريسيرش بتاعك وشغال في الجامعه او شغال في الانستيتيوت او ايا كان، وتاخد مرتب كانه شغل طبيعي جدا، تاخد مرتب وماشي حياتك وقصاد الريسيرش. احيانا بيطلبوا منك تعمل محاضرات او تنزل في المعامل، واحيانا ما بيطلبش منك حاجه، يبقى انت الريسيرش بتاعك بس، تعتمد ده من جامعه لجامعه من انستيتيوت لانستيتيوت حسب. طيب الحاجه اللي بعد كده الثالثه بقى الفرص هي شغل الاكاديميه. شغل الاكاديميه هنا في ألمانيا ليه كده يعني، أنت ممكن تشتغل أكاديمية، أو بمعنى إيه أكاديمية؟ هي أكاديمية هنا مش بمعنى أنت تبقى دكتور بتشرح، يعني ده جزء من الشغل، لكن الشغل هنا معناه أنت بتعمل ريسيرش في الجامعة أو في الانستيتيوت. في ألمانيا في 4 انستيتيوت كبار، ماكس بلانك لو تسمع عنه، في فراونهوفر، في لايبنز، وفي هيلمت هولز. دول 4 ليهم فروع في كل ألمانيا في مجالات كل المجالات اللي تتخيلها موجود، خصوصا ماكس بلانك و ولايبنز هاند هولز بيبقى من اكتر للفاكسينز. وفي جامعات بقى بالهبل كتيره جدا خاصه وحكومه وكل حاجه، ف الريسيرش بيبقى عن طريق الحتت ديت، وبيبقى الشغل يعني هدفه انك بتعمل بي اتش دي، وبعد ما تعمل بي اتش دي بتخش بعد كده مرحله اسمها بوست دوك. البوست دوك ده انت بتعمل ريسيرش برضه بعقود شغل، عقود مؤقته، يعني انت مثلا خلصت البي اتش دي بتاخد 3 سنين بوست دوك، 3 سنين كمان، وتفضل شغال كده لحد ما تعمل 12 سنه، 12 سنه انكلودنج البي اتش دي يعني. فنفترض انت او انت عملت البي اتش دي 3 سنين، يبقى فاضل لك 9 سنين من ال 12 سنه انك تقعد تشتغل فيهم بوست دوك بعقود مؤقته. بعد ال 12 سنه لازم تدور على عقد عمل ثابت عشان تفضل تاخد تفضل شغال في ريسيرش، يا اما يكون الفند بتاعك برايفت. يعني ايه برايفت؟ يعني ما يكونش جاي من الحكومه. فهذه مشكله الشغل في الريسيرش شويه، انك بتيجي في مرحله بعد 12 سنه تكون عملت الريكويرمنتس، عملت بابليكيشنز كتيره، وعملت يا اما عملت حاجه اسمها هابيليتيشن اللي هي زي عملت ريسيرش، عملت سوبرفايز البي اتش دي تحتيك لو انت بوست دوك ودرست شويه، او بقيت جونيور لاب هيد عشان تقدر تاخد بروفيسور شيب او تبقى بروفيسور اللي هو العقد الدائم. لان العقود الدائمه في الاكاديميه هي لو انت بروفيسور، بره البروفيسور قليل قوي، عددها قليل قوي اللي ممكن يثبتك دائم وانت بس يعني شغال عادي مش على تايتل بروفيسور، دي قليل. ومشكله البروفيسور انه مش موجوده كتير، لان البروفيسور يطلع عشان حد يجي مكانه، فبيبقى ضغط كبير جدا، بيبقى مثلا هم عايزين واحد بروفيسور وفي 40 50 مقدمين. فعشان كده فرصتها صعبه شويه لو انت عايز تكمل في المانيا هدفك تعمل اكاديميه، لكن انت ممكن تيجي تعمل بوست دوك، تروح دوله ثانيه تعمل بوست دوك، يعني لان انت البوست دوك اللي بتعمل بره المانيا مش محسوب في ال 12 سنه. وممكن تطلع من المانيا خالص، يعني مش لازم بقى تعمل، يعني انت ممكن تيجي من المانيا تعمل بوست دوك وتكمل، بعد كده تطلع على بوست دوك في امريكا وتاخد البروفيسور في امريكا في السويد في اي حته، دي ميزه الريسيرش. لكن لو عايزه في المانيا هتيجي في الاخر هيبقى عندك مشكله في حته بروفيسور شيب، لكن لو عايزه بعد كده انت اوبن انك تنتقل تعمل هنا بوست دوك وهنا بوست دوك، وبعد كده تشوف بروفيسور شيب في اي حته تانيه في دوله تانيه من الدول الكبيره دي اللي حوالينا او في امريكا زي الفل. ده وجهه نظر شخصيه يعني. وبرضه انا ما انصحش حد بيشتغل في الريسيرش الا اللي هو عنده باشن جامد قوي، يعني انت هتعمل بي اتش دي عايز تكمل في ريسيرش، انا اقصد الريسيرش هنا بتاع الجامعات وبتاع الانستيتيوت، يبقى انت عندك باشون في حته معينه، نقطه معينه تشتغل عليها. لكن لو بس عايز تعمل ريسيرش وحابب تشتغل ريسيرش في حاجات مختلفه، يبقى عندك الاندستري بي اتش دي واطلع على الاندستري على طول، او تعمل بوست دوك واحده بس ولا حاجه وتطلع على الاندستري على طول، عشان ما تخشش في مواضيع ريسيرش والتعقيدات بتاعتها هنا اللي في المانيا. طيب بعد كده عندنا
رابع حاجه بقى اللي هي شغلانه الصيدليه الكوميونتي، اللي هي الصيدليه العاديه وصيدليه المستشفى. الاثنين دول محتاجين معادله. ارجع كل اللي انا قلته اللي فات ده مش محتاج معادله، يعني الشغل في الاندستري مش محتاج معادله الا شغلانه واحده بس اسمها كواليفايد بيرسون. دي اسمها الكواليفايد بيرسون، ده المسؤول عن الريليز اللي هو بيبقى في الكواليتي كنترول، هو المسؤول عن الريليز بتاع الباتش. يعني انت مثلا بتعمل اسبرين باتشه اتحللت، مين اللي بيمضي ريليز، مسؤول مسؤوليه عن الريليز انها تنزل السوق، ده اسمه كواليفايد بيرسون متعرف بالقانون. ده لازم يكون مع معادله او دارس صيدله يعني، يا اما معاك. لكن اي شغلانه ثانيه في الاندستري مش محتاجه على حد علمي طبعا. وشغلانات طبعا الريسيرش كل ده مش محتاجه، كل الشغلانات دي مش محتاجه. اما شغلانه الصيدليه وصيدليه المستشفى لازم تعمل معادله. طيب ايه بقى المعادله دي، قصتها ايه في الحوار ده كله؟ المعادله هي هنا اللي بيتخرج من المانيا بيعمل شتات اكزام 1 2 و 3، اسمها امتحان الدوله شتات اكزام 1 2 و 3. احنا اللي بنجي من بره ومعانا بكالوريوس صيدله ما بنعملش 1 و 2، بنعمل 3 بس. بس بما اننا مش دارسين الماني وما بنتكلمش الماني، ففي امتحان اسمه الفخش براخه اللي هو امتحان بتاع اللغه الطبيه اللي بالالماني. فازاي تبدا من مصر خالص؟ بتبدا اول حاجه لازم المشكله كمان في المانيا هي مش مشكله بس شويه مش تعقيده بس شويه حاجات مختلفه، يعني كل ولايه ساعات الورق بيختلف شويه عن الولايه الثانيه. فانا هقول لكم الحاجات الجنرال، يعني كل ولايه وتعب بتغير. بيحتاجوا الاوراق الطبيعيه بقى اللي هي شهاده الثانويه العامه، شهاده البكالوريوس بتاع صيدله، والترانسكريبت بيانات الدرجات، وبيحتاجوا لو انت مثلا، وحاجه مهمه جدا اللي دايما بتتعب الناس بشوفها، ان لو انت بيحتاجوا شهاده تدريب في صيدليه 800 ساعه. انت عارفين احنا هنا في مصر، في مصر بنعمل تدريب وبيتكتب كده في الترانسكريبت ما يبقاش 800 ساعه، هم قالين شهاده تدريب لازم تكون 800 ساعه، ولازم تكون متوثقه. فاللي هيحصل انت لازم تروح لصيدليه كنت بقى اتدربت فيها او حد حبيبك او ايا كان، بتعمل الشهاده لازم 800 ساعه تكتب فيها، انه كان مثلا كتب لك اجر ايا كان الاجر 1000 جنيه ايا كان اي حاجه مش هتفرق يعني، بس يكون مكتوب فيها اجر ومكتوب فيها شهاده التدريب، وتروح توثقها من الصحه وبعد كده من الخارجيه وتمشي. احيانا برضه في ما بيردوش يوثقوا في الوحده الصحيه في مصر ان هي يوثقوها على اسم شهاده تدريب، هتطلعها لازم بيقول لك ما توثقش، ما تفهمش ليه. فبتعملها شهاده خبره دي اللي بتتوثق، بس لازم في الكلام نفسه يبقى كاتب ان هو تدريب، يعني لما تيجي تترجم لازم يكون مكتوب تدريب. احيانا بتمشي كده برضه، ده من الخبره من الناس اللي بسمعهم بيواجههم المشاكل دي طبعا. فلو ما عرفتش تكتب شهاده تدريب ما عندكش ما قدامكش حل غير انك تكتب شهاده خبره، وفي المتن نفسه تكتب ان ده تدريب عشان تبقى مترجمه انه تدريب، ويكون مكتوب مثلا ايا كان كان سالري ايه، و800 ساعه وغالبا بتعملها في اخر سنه الزمن بتاعها، يعني يكون في اخر سنه من الدراسه يعني. وطبعا اهم حاجه كمان في الدوكيومنتس الالماني لازم توصل لمستوى بي 2، مستويات اللغه A1 A2 B1 B2 C1، فانت لازم توصل للبي 2 ده، من غير بي 2 مش هتعرف تعمل اي حاجه. في الالماني طبعا من كل طبعا شغلانات الصيدليات دي كله الماني صرف، ولازم بي 2. بعد ما بتعمل الكلام ده كله بتقدم على تبعت ورقك للالمانيا، بيبعتوا لك اوكي ها بيدوا حاجه اسمها بشايد. بتبدا بقى تروح تقدم على فيزه المعادله الطبيه اسمها كده في السفاره، فيزه المعادلات المعادله الطبيه للدكاتره والصيادله طب اسنان والكلام ده كله، وبتاخد الفيزا. بعد ما تاخد الفيزا بتيجي هنا بتبدا تستعد لامتحان فخ شبراخه. والله عرفت انتهي امتحان شبراخه من مصر كان بيها او ينفع، ما اظنش ان هو بينفع الا في حالات قليله، لكن غالبا لازم تروح تمتحن هناك، لازم تجهز له. وامتحان الفخ شبراخه ده بيحتاج انك تنزل يعني لازم تعمله قبل ما تنزل الصيدليه تدريب. وده بيبقى ليه كده زي كتب او ملازم ليه تجهيز، يعني من الاخر هو امتحان ليه تجهيز، تمتحنه وتخلص. خلص بتقدر تبدا تنزل الصيدليه كتدريب وتقدر تاخد فلوس. فقبل مرحله ان انت امتحان فخش براخ لازم تكون معاك تكلفتك، واصلا عشان تاخد الفيزا لازم تكون باين لهم طبعا معاك تكلفتك في الفتره بتاعت اقامه في الاول دي. مجرد ما تاخد امتحان الفخش براحة تقدر بعد كده تنزل الصيدليه، بيدوك بقى يعتبروك براكتيكانت، يعتبروك اسيستنت ايا كان، بس هديك فلوس ايا كانت ايه هي،
ما نخشش في تفاصيل اللي بتختلف طبعا. تقدر تمشي نفسك وساعتها مش هتحتاج فلوس تصرف، مش هتحتاج حد يعني من فلوسك تصرف عليها، تقدر تصرف على نفسك من الصيدليه. واثناء الصيدليه بقى تقعد تتمرن الا لحد ما تحس انك حسيت انك جاهز، وتخش امتحان الاخراني اللي هو الكتنسه. الكتنسه ده اللي هو امتحان المعادله. انت مش شرط تنزل الصيدليه، ممكن تخش امتحان من غير صيدليه، بس يعني عشان تنجح من غير ما تخش الصيدليه انسى، لان انت الموضوع محتاج تمرين واخد على الكلام بالالماني، الموضوع لازم تنزل الصيدليه. وبعد كده تخش امتحان الكتنسه، ده بيبقى كذا كذا يعني كذا حته، يا اما بيبقى امتحان في براكتس، لا براكتس الصيدليه او الريخت او الريشت اللي هو القانون الالماني. التالت ده بيختلف من ولايه ولايه، في بيحطوا فارماكولوجي، ساعات بيبقى كلينيكال فارماكولوجي، ساعات بيبقى حاجه تانيه خالص كلينيكال، كل بقى ولايه ومزاجها وظروفها. ففي ولايات بيحطوا الاثنين دول بس، اللي هو الريشت والبراكسس مثلا، زي ما اسمع ساكسن انهالت، حد علمي حد مؤخر كان بيقبل الاثنين دول بس، براكسس وريشت. بعد ما تمتحن الامتحان ده يبقى انت كده اسمك صيدلي معدل، تنجح فيه طبعا صيدلي معدل، ساعتها تقدر تشتغل بقى كصيدلي فول، تاخد المرتب الفول للصيدلي. وليك 3 محاولات بس في الامتحان بتاع الكنت ناس ده، لو سقطت في الثلاثة مش مسموح لك تشتغل صيدلي تاني في ألمانيا يعني كمعادل يعني، يبقى اسمك ابوتيكر. يعني 3 فرص تنجح في واحدة، لازم تنجح في واحدة منهم، لو سقطت في الثلاثة ما يعني ما لكش فرصة رابعة، انتهى الموضوع بالنسبة لك تكون ابوتيكر يعني. ف عايزين بقى معلومات تفصيلية أكتر في موضوع المعادلة ده، أنا بنصح بجروب على الفيسبوك اسمه Egyptian Pharmacist in Germany. ليه؟ لأن هم هناك مجمعين ناس كتير بيقدموا على ولايات مختلفة، وعاملين بوستات مثبتة الولاية دي والولاية دي ومش الولاية دي، وحتى لو ما لقيتش ولاية دي ممكن تسأل الولاية دي فيطلع لك حد بيتعادل في الولاية دي. فده هيفيدكم جدا الجروب ده Egyptian Pharmacist in Germany، ده اللي حابب يعرف التفاصيل ويبدأ ياخد خطوة من ناحية المعادلة يعني. الحاجة الأخرانية هي السيلز. السيلز هنا أولا مش لازم صيدلي اللي يكون شغاله، ثانيا لازم تتقن اللغة الألمانية بدرجة مش بي 2 بقى، سي 1، وتكون بتتكلم زي أهل البلد. أنت حط نفسك مكانهم، أنت راجل سيلز بتتكلم مع ناس وهتقنعهم، عايز تقنعهم ببيع أشياء معينة، فلازم تكون متقن اللغة الألمانية بدرجة رهيبة، أعلى درجة ممكنة. واللي اعرفه ان الموضوع مش زي معادله، هو زي امتحان بتمتحنه، زي كده بيبقى في بورد بتمتحنه، تاخد زي ترخيص وتشتغل حاجه اسمها الفلتريتر، فارماسوتش فلتريتر ليها اسم كده، ليها زي الاسوسيشن بتاعها بتعملها. بس يعني انا عن نفسي ما سمعتش عن حد اشتغل فيها خالص من بره مش الماني، انا ما اعرفش. الاغلبيه اللي بيجي هنا يا اما اندستري، حاول يشتغل في الاندستري، حاول يشتغل في الريسيرش، حاول يشتغل في الجامعه او الصيدليه. في ناس بتقول ان فرص الاندستري اقل، ما هو فرق، لازم تبقى فاهم ان الصيدليات، تبقى فاهمه ان الصيدليات موجوده منتشره في كل حته وعليهم ضغط جامد جدا، عندهم شورتج رهيب يعني، عندهم نقص رهيب في الناس. فانت اول ما هتخلص المعادله هتلاقي شغل، ده حتى الان طبعا، ما اعرفش السنه الجايه اللي بعدها هيحصل يلا اعلم، بس حتى الان الوضع كذلك، مفيش حد مجرد ما بيخلص البتاع دوت بيمسكوا فيه، حتى اللي هو بيتدرب عنده بيمسك فيه عشان ما يسيبوش لان عندهم نقص شديد. الشركات الوضع مختلف طبعا، العدد اللي بيشتغل فيها اقل طبعا من الصيدليات، فمنطقي عليها كومبيتيشن اعلى. بس انا اعرف ناس كتير يعني، انا من الدفعه بتاعت الماسترز اعرف 3 4 اشتغلوا بالماسترز بس في الشركات، اعرفهم حاليا شغالين، واعرف ناس خلاص البي اتش دي واشتغلت في شركات. فهي الفرص موجوده، هل بقى هتجي لك مش هتجي لك، هتاخد وقت قد ايه عقبال لما تقديم لحد ما تلاقي، الله اعلم، ده في علم الغيب، انت بتعمل اللي عليك وانت بتعمل اللي عليك وده على ربنا. بس هي ما اقدرش اقول لك، او ما اقدرش اقول لك الفرصه تيجي بسهوله او لا يعني. اللي بقوله لك اللي انا الاكزامبلز اللي انا شايفها، لكن هل انا نفسي والله لما اخلص هتيجي الفرصه امتى بتاع ازاي، ما يعني ما حدش يعرف، انت بتعمل اللي عليك والباقي ايه هتسيبه يعني يا ربنا بقى وتتوكل على الله يعني. فدلوقتي خلصت الجزء ده، عايز ابدا الجزء الثاني. كان في أسئلة بعتوها لي المنظمين إن عايزين نغطيها، بعض الحاجات أنا غطيتها وبعض الحاجات لأ، فهي كانت أسئلة مهمة، فهنبدأ كده واحدة واحدة عليها. كانوا بيسألوا الجي بي إيه بيأثر على التقديم في الأبلكيشن للماسترز ولا لأ؟ أه بيأثر يعني، أنت لو الجي بي إيه بتاعك
تقديره عالي، فرصك في قبول الماستر احسن بكتير من حد تاني الجي بي بتاعه واطي، ولو معاك خبرة كمان اشتغلت في حاجة ليها علاقة شوية بتلمس شوية كمان مع الشغل بتاع الماسترز عندك فرصة أكتر وقت. ده بالنسبة للماسترز. أما الجي بي إيه بالنسبة للمعادلة الصدرية ملوش يعني ما يفرقش معاهم في حاجة، الموضوع ملوش علاقة بالدنيا خالص. طيب عندنا كمان في هنا كان حاجة بتاعت ال اه اللغة بتاعت الدولة مهمة او لا؟ مهمة في كل الحالات. في شغلانة الصيدلية او شغلانة الصيدليات المستشفى مش هتعرف تشتغل من غير الماني. في الريسيرش هتقدر تشتغل من غير الماني لحد حد معين، في البروفيسور شيب مش هينفع، بس هتمشي كل حياتك ممكن من غير ما تتعلم الماني خالص. في الاندستري او في الصناعة حسب انت وحظك، حسب كمان يبقى جوه الشركة نفسها بوزيشن كده وبوزيشن كده، بوزيشن لازم الماني، بوزيشن لازم انجليزي. وفي نقطه تانية في الصناعه كمان البوزيشن لازم انجليزي، لازم الماني مع الانجليزي، فاهمين الفكره؟ يعني يا اما يحتاج منك انجليزي بس، يا اما يحتاج منك الالماني والانجليزي، يعني مش الماني بس كمان، عشان لو هو عنده الماني وما عندوش انجليزي خالص صعب، لازم الاثنين. وطبعا لو معاك الماني وحتى هم طالبين انجليزي بس فرصتك اكتر طبعا بكتير، لان انت حتى بتتكلم مع ناس المان حتى لو البوزيشن مش متطلب ده. وبتفرق برضه يعني في البرودكشن والحاجات دي بيحتاجوا اكتر الماني، كواليتي اشورنس يعني احيانا. الريسيرش في الاندستري ممكن ما يكونش يحتاج قوي الماني، بيحتاج انجليزي، فبتعتمد. بس عامه في الحياه، في الحياه نفسها هتحتاج الالماني لازم، يعني انت الموضوع مفروغ منه يعني عشان تمشي في الدنيا دي. انا بقولش في البدايات الاولى عادي ممكن تمشي نفسك، حتى انا جيت هنا ما كانش الماني خالص لحد ما خلصت الماسترز، بس لما توصل لمرحله الشغل بعد البي اتش دي وبعد الماسترز هتبقى في مرحله البي 2 او البي 1 عشان تقدر تسلك امورك. يعني الفاينانشال ريكوايرمنتس الحاجات الماديه هي عقبه طبعا، لان انت اي حاجه عشان تقدم على الفيزا لازم دلوقتي الحساب البنكي 11000 يورو تقريبا لمده سنه، ولو جاي مثلا بحث عن عمل 6 شهور يبقى نص المبلغ، فالمبلغ كبير مع العمله والكلام ده كله. بس هو ما فيش حل للاسف في الحته دي غير انك يا اما انت مقتدر قادر عليه، مش مقتدر يبقى انت لازم هتأجل السفر شويه لحد ما تجمع المبلغ، وغالبا تطلع في حاجه زي الخليج او كده تعمل فلوس كتيره وتطلع. واعرف ناس عملت كده برضه، خليج اشتغل فتره كبيره عمل فلوس نقل عمل المعادي. دي الحلول اللي ممكن تحل بيها الفاينانشال ريكوايرمنتس. يعني الاكوموديشن لما توصل المانيا برضه سؤال موجود. الاكوموديشن انت هنا في نوعيه السكن الفي جي اللي هو المشترك، وده ليه موقع انا عامل لكم برضه سلايدين هوريها لكم في اخر الكلام، في لينكس عن كل الحاجات، لينكات لكل الحاجات اللي انا بتكلم عليها ديت، بعد كده هبعتها للمنظمين اللي هبعتوها لكم بالايميل وحبان هنا في الفيديو برضه فما تقلقوش يعني. ففي الفي جي ده في جي جيزوخت بتدور على سكن مشترك، وفي مواقع كتير تقدر تدور بيها على سكن حسب بقى المدينة كبيرة السكن بيبقى غالي، مدينة صغيرة بيبقى السكن غالي، على الأطراف مش على الأطراف. فموضوع السكن ده يعني ما هتوصل كله بيسلك يعني ما تقلقش منه يعني أو ما تقلقش منه. السؤال بعد كده بيقول لك what are the best field abroad with good income and low competition. طبعا السؤال ده هو كوميدي شوية، يعني مفيش حاجة اسمها low competition، مفيش حاجة هتلاقيها بالتوصيف ده good income low competition، هو دايما في competition، يعني هو لازم يبقى في كومبيتيشن ولازم تبقى في كومبيتيشن عاليه. و جود انكم دي مش مفهومه، يعني ايه جود انكم؟ هو هنا انت اي حاجه هتشتغلها هيبقى جود انكم في الفيلد بتاعنا ده اللي انت مؤهل. فهي يعني مثلا اللي شغال في الصيدليه لو هنتكلم على اقل حاجه خاص بياخدها بياخدوا مثلا 2500 يورو، لا اقول 2300، ده اقل حاجه، اقل حاجه يعني 2300 2400 نتو في الشهر، نتو اللي هو بعد خصم الحاجات دي كلها في جيبك يعني 2200 مثلا، ده اقل حاجه. طبعا في الاندستري ممكن تبقى اعلى من كده، ممكن تبقى قدها، فهو هيكفي. هو هيكفي بس لو كومبيتيشن لا، هنا في المانيا كل حاجه فيها كومبيتيشن، من اول ما بتعمل ماسترز وانت في البي اتش دي حتى انت في الصيدليه ما برضه في كومبيتيشن. ممكن دلوقتي ما فيش كومبيتيشن قوي عشان ما محتاجين ناس، لكن بعد 5 6 سنين الناس كلها بتيجي هيبقى في كومبيتيشن، فلازم تطور من نفسك كده كده. وانا من وجهه نظري كله بيكفي الا انت في فكرك او في فكرك انك عايز تحوش فلوس كتير، دي صعبه هنا
انت هنا بتشتغل تعوش حاجه بسيطه، حسب برضه مراتك بتشتغل، لو انت متجوز مش بتشتغل، انت لوحدك بتعيش العيله لوحدك، فهتعيش كويس، تحوش مش كتير. مدينة صغيرة ممكن تحوش أكتر، مدينة كبيرة ممكن ما تحوش خالص. هي دي الفكرة يعني. طيب إيه تاني؟ pros and cons of traveling abroad. والله بقى الموضوع ده يعني إيه الـ advantage والـ disadvantage بتاع السفر بره؟ هي بص يعني الـ disadvantage ممكن أو الحاجات السيئة، أكيد هتبقى بعيد عن أهلك، عن أصحابك اللي أنت كونتهم، عن البلد اللي انت اتربيت فيها، الفسح اللي انت متعود عليها، لان هنا الوضع مختلف، العقليه مختلفه، والالمان منتالتي بتاعتهم مختلفه، التعامل بتاعهم ازاي في مصر حبيبي وبتاع، ما فيش الكلام ده هنا، وصعب تكون معاهم صداقات في الاول، لازم تاخد وقت طويل عشان تعرف تعمل صداقه مع حد، هي دي عقليتهم كده، ده منطقهم. فدي هتبقى صعوبات شويه، الصعوبات اللي في الاول مثلا انت ممكن ما تبقاش عارف اللغه، هتتعب شويه في الاول، تحس انك لوحدك شويه، تكون صداقات مع ناس زيك. عيوب تانية مثلا إن لو أنت ما بتحبش الجو برد، الجو برد أو الجو كئيب شوية، الدنيا بتظلم بدري، فده الناس اللي ما بتحبش الكلام ده ما أنصحش إنه يجي هنا. غير بقى طبعا هنا الحرية مفتوحة على الآخر، طبعا ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه، بس أنت أكيد فاهمين الحرية هنا مفتوحة على الآخر، كل حد بيعمل اللي هو عايزه، فأنت لازم تبقى أنت حاطط رقيبة على نفسك، يا إما أنت مش فارق معاك. ففي ناس انا اعرفها ما بتسافرش بسبب السبب ده، وفي بيسافر وبيعمل كنترول على نفسه، فهي ترجع وترجع لك انت او ترجع لك في الاخر يعني. الحاجات الكويسه انا شايف ان حسب انت، الفكره في الاخر انت او انت عايز تسافر ليه؟ عايز تكمل في البلد؟ البلد كويسه، فيها تامين صحي، فيها تعليم وكل الكلام ده كله، بس مش ما تفتكرش يعني ان هي واو، برضه في مشاكل وكل حاجه، بس تعليمها كويس جدا والتأمين الصحي كويس جدا وكل شيء، ويوفروا لك حاجة كويسة، فهي الحسنات كتير صراحة يعني، حاجات كده ما اقدرش انا اقولها في 5 دقائق، بس مش في دماغي دلوقتي حاجات كتير جدا، بس هتعتمد المنتاليتي، انت هدفك من السفر ايه؟ انت هدفك من السفر ايه؟ ده السؤال اللي بتسألوه لنفسكم قبل ما عايز تسافر، عايز اسافر ليه؟ وتجاوب عليه. لو انت عايز تسافر تعمل فلوس وترجع ما تجيش المانيا. لو انت عايز تسافر تاخد المانيا فتره بعد كده تطلع مثلا على بلد تانيه، جميل، عايز تيجي تكمل هنا على طول، او مش تكمل على طول يا عم، تكمل على طول وبعد كده ممكن بعد 10 15 سنه ترجع برضه، ممكن تكون خدت الباسبور مثلا، عملت خبره كويسه، تطلع بقى على دوله تانيه في الخليج ايا كان، ترجع مصر ممكن برضه. لكن الهدف تحويش الفلوس عشان ترجع تحوش فلوس كتير، مش هتحوش فلوس كتير او مش هتحوش فلوس كتير. عايز اكلمكم بقى عن اخر حاجه، موضوع السكولرشيبس ده برضو كان مهم لبعض الناس، بعد كده نفتح الاسئله، اللي يحب اي يسال اي سؤال انا معاك. السكولرشيبس في المانيا هي مش كتير، اولا البي اتش دي مفيش سكولرشيبس، لان البي اتش دي زي ما قلنا معظمهم بيبقى عقد عمل، لو ما كانش عقد عمل بيبقى في سكولرشيب غالبا جاي من الدوله اللي انت فيها، او لو فيها هيبقى من الداد. الماسترز برضو لو فيها هيبقى من الداد، دي ار دي او اراسموس، دول اللي هم اشهر اتنين بيدوا اراسموس والماسترز، بس الداد ممكن الاتنين، والفرص مش كتير قوي وبتبقاش في كل المجالات يعني، مثلا مش انت ايه عايز مايكروبيولوجي هلاقي مايكروبيولوجي، عايز فارماسيوتيكال ساينسز هلاقي فارماسيوتيكال ساينسز، لا انت بقى حظك كده بتشوف الكول على انهي فيلد، وانت بقى لو انترستد فيلد هتقدم او لا، فالموضوع مش كل المجالات في ماسترز وفي في اسمها ايه في سكولرشيبس. واللي اقدر اللي انا شايفه من هنا، معظم الناس اللي بيجوا ماسترز بيجوا على حسابهم او بييجوا يشتغلوا جنب الدراسه يعني، مش سكولرشيب، المعظم انا بقول المعظم. في مصر برضو انا فاكر القلعه، بس القلعه دي كانت بتدي منح، بس للاسف متطلباتها عاليه قوي، يبقى عايزين حد يعني يكون متفوق جدا، جاي مش امتياز بالدرجه عاليه يعني، ويكون كمان الجامعه اللي هو جاب لها اكسبتنس من الحاجات الكبيره زي اوكسفورد والكلام ده، بس ممكن يكون الكلام ده اتغير، وكان في الالفي، بس اللي سمعت دلوقتي ان الالفي ما بتديش خلاص منح، الله اعلم كنت تشوفه يعني، ده اللي كان من مصر يعني. امتحانات التويلتس والايفل وكده، التويفل والايلتس بالنسبه للانجليزي بيطلب في السكولارشيب، ولو انت مقدم على ماسترز او انت مقدم على ماسترز بالانجليزي هيطلبوا طبعا يا تويفل يا ايلتس.
فده مهم. لو انت جاي تدرس بالانجليزي هتطلب الايلتس غالبا سكور 6 6 ونص فيما فوق حسب الجامعه، اقل حاجه 6 وعشان تبقى في السيبسا 6 ونص اه. التويفل بحوالي 90. طبعا في ناس بتسال السؤال اللي هو هل ممكن اجيب الشهاده بيقول انا بدرس بالانجليزي؟ في جماعه بتقبلها في جماعات مش بتقبلها. وبعد كده لما تيجي في الفيزا في السفاره ممكن يقبلوها، ممكن يقول لك لا لازم تويفل او ايلتس، فخليك في السيبسا واعمله. الا لو انت ما عندكش وقت بقى وخلاص يعني في ناس بتتقبل الجامعه تقول لك اوكي بس ما اعرفش في السفاره وضعهم ايه دلوقتي هيقبلوها ولا لا، يعني لو الجامعه قبلت هل بقى السفاره هتقبلها ولا لا، لازم تاكدوا من موقع السفاره. وانا كاتب لكم برضه في الورقه اللي فيها اللينكات على الموقع بتاع السفاره ومكتب التي ال اس اللي هو بيقبل الفيز يعني. بعد كده ايه الحاجات اللي ممكن تحسن من قبولي في ماسترز او في سكولرشيب؟ زي ما دفعنا تقدير عالي، لو انت لسه بتدرس او انت بتدرسي حاول تقدم تقدر تعلي التقدير على ما تقدري او تقدر. اعمل حاجات انترنشيب او حاجات ليها علاقه بالمجال اللي انت في صيدله او بالمجال اللي انت عايزه بعد كده. لو انت اتخرجت وبتشتغل حاول لو انت بتشتغل اشتغل في حاجه ليها علاقه بالاندستري، ليها علاقه مثلا لو انت اناليتيكال حاجه انت عايز تقدم اناليتيكال او فارماسيوتيكال ساينسز يبقى حاجه ليها علاقه بالكلام ده. كل ده بيفرق سواء لقبولك للسكولرشيب سواء لقبولك للماسترز. اعمل الحاجات التطوعية لو في ليها علاقة برضه بالفيلد بتاعك، ده بيفرق في السكولرشيب بالذات، بيحبوا يشوفوا انت اكتف مش اكتف والكلام ده كله، ده بيفرق كتير. في حاجة كمان كانت مهمة الديوريشن بتاعت السكولرشيب بتفرق حسب يعني في بيديك فول سكولرشيب، الدات غالبا بيديك فول سكولرشيب يكفيك كل حاجه لمده الدراسه كلها. لو ماسترز غالبا بيبقى سنتين، لو عايز بعد سنتين بتقدم تمديد ولازم تقدم ليه، عايز تقدم تمديد وتديهم جاستيفيكيشن او زي ورقه بتكتب فيها ليه السبب بتاع التمديد وممكن يمدولك. اراسموس مش متاكد غالبا سنتين بس. البي اتش دي بيبقى غالبا الافريج تايم بتاعه 3 سنين، صعب تخلص في 3 سنين، هو معظم بيخلص في 4 سنين او 5 برضه، ده في الاعتبار. ايه تاني اخر حاجة بقى خالص؟ امتحانات الالماني بتتعمل فين في المانيا؟ لو انت جاي على المنحة بتتعمل في معهد جوته، في عندكم امتحان اسمه بيبقى شهادة التلك او جوته نفسها، اي حاجة منهم يعني تبقى معترف بيها، وهو ده السنترال الرئيسي في مصر يعني. فمش لازم تعمل فيه دراسة، انت ممكن تمتحن فيه بس وتدرس بقى برايفت مع حد او اي مركز تاني ممكن، بس الامتحانات بتبقى هناك، هو ده الهدف، تروح تسأل هو هيقدر يقول له بيتعمل عندهم او لا. في بقى الناس اللي هي بتبقى كمان لسه في صيدله في الاول وبتقول لك اجد الصيدله هنا او لا، والله الصيدله هنا برضه دراستها صعبه في المانيا، فانا ما اعرفش يعني، انا انصح خلص وتعالى اعمل معادله، بس الفكره هل هيفضلوا ان شورتج او لا يعني. الناس هنا بيتخرجوا عدد قليل جدا في صيدله، فالدراسه مش سهله يعني، ولازم تعمل طبعا سنه تحضيريه. قصه دي لو جاي انت بعد الثانويه العامه لازم تعمل هنا سنة تحضيرية ولغة، ولو عايز تفلت من السنة التحضيرية يبقى بتاخد أول سنة في صيدلة بحيث يشيل لك السنة التحضيرية، بس لازم تعمل امتحان ألماني سي 1 اللي هو تيست داف أو كذا نوع يعني من الامتحانات، أو في واحد تاني برضه مش متذكر اسمه دلوقتي، وبعد كده بتيجي تدرس صيدلة يعني. ما أعرفش يعني، أنا شايف خلص وتعالى طبعا برضه ما اضمنلكش هتفضل لسه الموضوع مفتوح في المعادله او لا. عايز اوريكم دلوقتي اخر حاجه بس، ثانيه واحده اعمل شير للسكرين. دي اللينك اللي انتوا شايفينه اهو اللي انا هبعته للمنظمين كده، هبعته لكم. وهنا اللينكات اللي عايزها الانجليش الايلتس والتويفل، امتحان الجيرمن من الجوتا. عايز تعرف معلومات، عايز تعرف معلومات عن المانيا وعن طيب الفيزا وكل حاجه، الموقع ده اسمه ميك ات ان جيرماني، ده موقع كويس جدا.
الفيز في مصر، دي موقع السفاره بتاعت المانيا في مصر، وموقع تي ال اس اللي بتقدم بيه عن طريقه للسفاره. لو عايز تدور على ماسترز او تدور على ماسترز، ممكن ماستر بورتال، ممكن ماي جاما يونيفرستي، سكولارشيبس دي مواقع للداد. بعد كده هنا فوق الاراسموس، الفارماسي ايكواليزيشن زي ما قلت لكم، الجروب بتاع ايجيبشن فارماسي ان جيرماني على فيسبوك، وده اللينك بتاعه. والاكوموديشن في المانيا دي المواقع، ده بتاع الجيزوخت اللي هو الدي اللي هو السكن المشترك، ودول السكن الاندبندنت.